والسؤال هو: من هو المفكر المصري صاحب كتاب رجال حول الرسول؟ ده كتاب مهم جدا عن حياة الصحابة. مين؟ كريم. زكي نجيب محمود. كريم، دكتور زكي نجيب محمود. إجابة خاطئة. إيمان. رفعي. إجابة إيه؟ خاطئة. برافو عليك، إجابة خاطئة. زائد 5 و-5. محمد عمارة، محمد عبد المنعم خفاجي، محمد خالد ثابت، خالد محمد خالد. الإجابة صحيحة، خالد محمد خالد. تمام، دلوقتي عندنا آخر